طيب، من الملفات المهمة اللي احنا برضو عايزين نتكلم فيها حاجة امبارح حصلت او بالامس تحديدا، واحنا بنتكلم كمان عن يعني اعتاب خلاص موسم جديد. خلينا نروح للخبر اللي انا بكلم حضراتكم فيه ده، والناس كتير شافت ان هو خطوة برضو جيدة. امبارح تحديدا ارسل النادي الاهلي خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم، بيطلب فيه ايه؟ بيطلب فيه ضرورة مضاعفة الاهتمام والعمل على تطوير منظومة التحكيم بشكل عام، وبما يخص هو اتكلم تحديدا كمان عن حكام الفار. هو قال كده تحديدا في الخطاب ان هو سبق ان هو ارسل النادي عده يعني خطابات بخصوص منظومه التحكيم والارتقاء بها لارساء العداله بين الفرق المتنافسه. كلام كل حد دلوقتي جميل جدا، لكن تلاحظ في المباريات الاخيره ان اخطاء التحكيم او الحكام المؤثره ما زالت قائمة مثلما تعرض له فريق الأهلي في مباراة القمة الأخيرة، خاصة أنت بتتكلم من جانب حكام تقنية الفيديو ومنح هنا كل فريق، ما هو بيطالب النادي الأهلي يعني يتم منح كل فريق حقه المشروع. فالنادي الأهلي طلب من اتحاد الكرة ضرورة الاهتمام بتطوير ودعم منظومة التحكيم قبل كمان فكرة انطلاق الموسم الكروي الجديد، عشان انت بتتكلم لضمان العدالة ونجاح المسابقات الكروية في كافة المستويات. ده كان الخطاب اللي أرسله النادي الأهلي. طيب، على الصعيد الثاني، أولا قبل ما أروح للصعيد الثاني أنا بس عايزة أقف شوية. النادي الأهلي بيتكلم في حاجة يمكن مش النادي الأهلي بس اللي حاسسها أو جماهير النادي الأهلي هي اللي شعر بيها منفردة، لا، فكرة التحكيم والأخطاء التحكيمية والمشاكل التحكيمية اللي على أساسها رحنا استدعينا في الأول كلاتنبرج وبعد كده التجربة لم تنجح وبعد كده جبنا بيريرا، فأكيد ده بيدل أن أنت عايز تطور منظومة عندك فيها مشكلة. يعني الكلام لحد دلوقتي جميل أو واضح، فهل فكرة أن احنا يعني هل احنا لسه كريم بنتكلم فاحنا لا منظومه التحكيم عندنا كويسه ولا فيها مشاكل؟ بالتالي احنا عدينا المرحله دي، كلنا عارفين ان هي فيها مشاكل. طيب، يبقى خطاب النادي الاهلي هل هو برضو الخطاب لاول مره بيتم ارساله من قبل النادي الاهلي؟ من ناحيه النادي الاهلي كريم ده مش خطاب رقم واحد ولا رقم 10. طيب، من ناحيه الانديه المصريه هل هو الاهلي بس اللي بعت خطاب زي ده بيطالب باعاده النظر في منظومه التحكيم؟ اكيد لا، كل الأندية تقريبا كانت بتعاني أو بتشتكي من المنظومة التحكيمية بليفلز طبعا مختلفة. فيبقى الخلاصة أنت عندك مشكلة في المنظومة التحكيمية. طيب، عندنا دلوقتي شخص اسمه فيريرا، هذا الشخص هو المعني بتطوير هذه المنظومة وهو طبعا بيسعى لده، لكن ما نقدرش نحكم عليه من دلوقتي يا كريم لأن الراجل ابتدى في النص الموسم، نقدر نحكم عليه إن شاء الله من الموسم الجديد. ما بيبقاش فيه حجة، ما بيبقاش فيه أي كلام بقى اللي هو أصل هو لسه بيشوف، أصل هو لسه بيعرف. الكلام ده تماما مش هيبقى مقبول في الموسم الجديد. احنا سبناه نص الموسم ده على اساس الراجل لسه بيفهم بيستوعب بيدرس، وده امر طبيعي، فهنحاسب من الموسم الجديد. طيب، انا اللي يعنيني في القصه دي كلها الرد اللي جه للنادي الاهلي، وده كان امبارح في الساعات المتاخره من الليل تحديدا كده، رد كابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام طبعا باتحاد الكره على خطاب النادي الاهلي بشان فكره الاهتمام والارتقاء زي ما كنت بقول لحضراتكم بمنظومه التحكيم. هو قال ايه؟ اول حاجه انا بقرا حضراتكم بالظبط، قال كده تحديدا: أي مباراة يوجد بها أخطاء تحكيمية حتى في وجود الحكم الأجنبي، والتحكيم المصري في الفترة الأخيرة أثبت نجاحه أكثر من الأجنبي. ده رقم واحد. رقم اتنين قال يا كريم، قال محمود كابتن محمود البنا طبعا، يوجد، هو بيتكلم عن كابتن محمود البنا، قال قال نجح في إدارة مباراة القمة الماضية بين الأهلي والزمالك، ولا توجد مباراة بدون أخطاء تحكيمية، وفكرة تكرار محمود البنا ليس له تأثير على الحكام الآخرين. النقطة الأخيرة اللي اتكلم فيها، قال لك برضو تقييم التحكيم المصري هذا الموسم لا يقل على 7/10، وطاقم تحكيم مصري بيدير نهائي كأس الرابطة بين المصري وسيراميكا كليوباترا. هو اتكلم في كذا نقطة، يعني كونكلوجن برضو للي هو بيقوله، هو بيتكلم ان التحكيم المصري جيد جدا وربما كمان ممكن يكون بينافس الاجنبي. قال لك الاخطاء التحكيميه بتحصل مع الحكام المصريين مو مع الحكام الاجانب. اتكلم ان تم اداره المباراه بشكل اكثر من رائع، ولكن هو كان ذكر برضو بعض الامور اللي منها، قال كده: تقنية الفار بتحتاج إلى بعض التطوير، الكاميرات أيضا بتحتاج لأداء أفضل. يبقى احنا عندنا بعض المشاكل التكنيكال اللي محتاجين ان هي يتم علاجها، بجانب بقى أمور أخرى ربما هو شايف ان هي على أعلى مستوى. فكرة ان هو إعطاء رقم 7/10 أوكي، مفيش مشكلة، احنا بنعرض لحضراتكم اللي اتقال أو الرد جه ازاي. طيب، بالنسبة بقى كريم الملف يعني بشكل أعم أو أشمل، بريرا لما جه
وكان طبعا قبله كلايتنبرج زي ما كنت بقول، كانوا بيتكلموا في منظومه معينه وقرارات معينه، وكان كلايتنبرج كان حاطط بعض المعايير اللي هيتم على اساسها اختيار اصلا الحكام، ومنها الاختبارات البدنيه وغيره وغيره، كان مركز في كل التفاصيل دي، بس يعني التجربه ما كملتش. بيريرا بقى لما دلوقتي بيجي، انا بقول لحضراتكم ما نقدرش نحكم من دلوقتي، ولكن هذا برضو الرجل بيتكلم في شق اعتقد مهم جدا. من الحاجات اللي انا قريتها وعجبتني، واحنا كنا انا وانت بنتناقش فيها قبل الهوا طبعا، اللي هي فكره زياده البدلات لطاقم التحكيم وتقنيه الفار والحكم الثاني وغيره. فهو بيتكلم عن الشق المادي، والشق المادي على فكره برضو عامل اساسي، يعني عشان اطور المنظومه لازم ادي برضو ماديات افضل، اوفر امكانيات افضل وغيره وغيره من الامور الاخرى اكيد التكنيكال او الفنيه. فده الموضوع بكده بكل الجوانب بتاعته لحضراتكم، وتقدروا بقى في الاخر تحكموا هل التحكيم بيحتاج فعلا لاعاده تاهيل واصلاح، ولا التحكيم احنا راضيين عنه. دي بقى مش اجابتنا احنا، ومش اجابه برضو كابتن محمد فاروق، اعتقد الجماهير هي اللي هترد هنا. يعني انا واحد من الناس او واحد من الجماهير اللي ممكن يشوف ان في ماتشات معينه كان نسبه التحكيم فيها 7/10، وفي ماتشات كان 8/9 كمان، بس دي حالات فرديه استثنائيه يعني في غفله من الزمان. لكن المعتاد ان احنا في الفتره الاخيره، والفتره الاخيره دي اقصد بيها فتره زمنيه طويله، يعني مش مجرد مجموعه شهور، احنا بنتكلم على مدار عده سنوات، شفنا نوع معين من المشاكل اعتقد انه مش موجود غير عندنا احنا بس. يعني في اي دوله في العالم طبيعي جدا ان يكون في اخطاء تحكيميه، لكن دي تاني نرجع ونقول بتبقى الحالات الاستثنائيه، لكن العادي والمعتاد والمفروض ان احنا نشوف كل الماتشات نسبه التحكيم فيها من اول 9.5/10 وانتوا طالعين، مش ان احنا نفرح بان في مباراه بعينها كان معدل التحكيم فيها او نسبه النجاح التحكيمي فيها 7.8/10. ده المفروض الكلام ده ينطبق على كل الماتشات. وبعدين اي مشكلة في الدنيا لما نيجي نقارنها بين مكان ومكان تاني بتبقى المقارنة مبنية إما على الكم أو على الكيف. إحنا عندنا المشكلة في الحالتين، كما يعني في عدد المرات اللي وقفنا فيها مندهشين قدام أخطاء تحكيمية، ولا سيما أخطاء الفار اللي بالمناسبة المفروض أنه هو ظهر في الحياة لإعطاء كل ذي حق حقه، لكن للأسف الشديد وفي كتير من الأحوال كان الفار ذات نفسه مصدر جدل واسع ومصدر ضياع حقوق على نوادي كتير، ولا سيما النادي الاهلي، والكلام ده مش حصل مره واثنين، ده مره واثنين وثلاثه وخمسه وعشره. فدي من الحاجات الغريبه جدا الحقيقه، سواء يعني مش عارف. عموما ملف التحكيم ده اصله ايه؟ مليان تفاصيل، ده عايز له حلقه من بابها حلقات والله.